افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 7 مشاريع من بينها محور روض الفرج وكذلك جسر تحيا مصر المعلق والذي صنف كأعرض جسر معلق في العالم. الجسر دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعرض 67.3 متر. على السوشيال ميديا انطلقت العديد من الهاشتاجات احتفاء بهذا الإنجاز الضخم، منها هاشتاج كوبري تحيا مصر، وأيضا هاشتاج تحيا مصر، وهاشتاج محور روض الفرج. عبر هذه الهاشتاجات تداول رواد تويتر في مصر فيديو يرصد بعض المعلومات الهامة عن بناء جسر تحيا مصر. تعالوا نشاهد جزء منه. بإنهاء المرحلة الثانية من محور تحيا مصر، شريان الأمل، والذي يبدأ من تقاطع الطريق الدائري عند الوراق مرورا بالنيل الغربي وجزيرة الوراق، فالنيل الشرقي ومنه إلى منطقة شبرا لخدمة القادم من وإلى الكورنيش ومدينة نصر وطريق الأوتوستراد ومصر الجديدة والأميرية والسواح وشبرا الخيمة. إنجاز هندسي استلزم بناؤه 1,000,000 متر مكعب من الخرسانة وأكثر من 290,000 طن من الحديد. يتميز المحور بوجود 5 حارات مرورية لكل اتجاه، ويمتد جسمه الرئيسي بطول 6.5 كيلومتر إلى جانب 10 كيلومترات تشكل إجمالي أطوال المطالع والمنازل في الاتجاهات كافة. أمل ما كان ليتحقق إلا بجهود 4,000 مهندس وفني واصلوا العمل ليل نهار على مدار 3 أعوام. وعلى هاشتاج كوبري تحيا مصر عبر بعض المهندسون والعاملون على المشروع عن فخرهم في المشاركة في هذا المشروع. فمثلا قال عبد الله الصديق: أنا فخور إني شاركت في الإنجاز الهندسي العملاق ده اللي دخل موسوعة جينيس كأعرض كوبري ملجم في العالم. وعلق أيضا أحمد الدعوس قائلا: كل الفخر بأني جزء من منظومة كبيرة. طبعا وكعادة المشاريع التي يفتتحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلجأ بعض الجماعات إلى التقليل من أهميتها وتستغل السوشيال ميديا عبر اللجان الإلكترونية لنشر سمومها. فمثلا جسر تحيا مصر يحتوي على ممشى زجاجي على جانبي الجسر. قبل الافتتاح مر هذا الممشى بالعديد من الاختبارات للتأكد من معايير السلامة. خلال هذه الفترة، فترة الاختبارات، تعرض أحد أجزاء الممشى الزجاجي للكسر، فقامت اللجان الإلكترونية باستغلال صورة الزجاج المكسور لتدعي أن الكسر وقع عقب الافتتاح، وطبعا هذا غير صحيح. بعد افتتاح جسر تحيا مصر أصبح متاحاً للزيارات السياحية، وانتشر على السوشيال ميديا أول فيديو لمجموعة من الشباب عند الممشى الزجاجي للجسر. كله خايف طبعاً، كله خايف من المقاول اللي عمل الإزاز ده، اللي عمل شغل الإزاز. كله خايف طبعا، كله خايف من